شروط التوبة. متى اجتمعت شروط التوبة كانت صحيحة مقبولة. قال الله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وشروط التوبة الصحيحة: أولاً الندم، ولا تتحقق التوبة إلا به، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الندم توبة. والندم توجع القلب وتحزنه لما فعل وتمني أنه لم يفعل. ثانياً الإقلاع عن المعصية حالا، وهو من معاني إظهار التوبة، ولا تصح التوبة إلا بالإقلاع عن المعصية وعدم العودة إليها. ثالثا العزم عزما جازما ألا يعود إلى مثلها أبدا. رابعا تأدية الحقوق إلى أهلها، إن كانت المعصية تتعلق بحق آدمي فيشترط فيها رد المظالم إلى أهلها أو تحصيل براءة منهم، وهذا كما يلزم في حقوق العباد يلزم كذلك في حقوق الله تعالى، كدفع الزكوات والكفارات إلى مستحقيها. خامساً أن تكون التوبة قبل الموت. كثير من الأشخاص يتوبون عند مجيء سكرات الموت، فتوبتهم حينئذ غير مقبولة لقوله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وشهر رمضان المبارك من أعظم مواسم التوبة والمغفرة وتكفير السيئات. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. وإذا كان الله عز وجل قد دعا عباده إلى التوبة الصادقة النصوح في كل وقت، فإن التوبة في رمضان أولى، لأنه شهر تكسب فيه العبرات وتقال فيه العثرات وتعتق فيه الرقاب من النار.